مسابقة مزامير داوود كان لها تحضير كبير جدا قبل انطلاق المنافسة القرآنية من اختيار البراعم الذين اختارهم الشيخ عبد القادر البراهمي في فرع الحفظ والشيخ والبروفيسور كمال قدال الذي اختار براعم فرع المرتل الصغير. أبدأ معك الشيخ عبد القادر، شكرا أيضا على مجهودك الكبير في مزامير داوود، وشكرا على هذا المنتوج الأخير الذي شاهده الجزائري وكل العالم العربي في مزامير داوود. بارك الله فيك، ومنتوج فعلا مهم. دورنا هو الإبراز، هو إظهار هذه النماذج المضيئة التي ولا شك تعب عليها الآباء والأمهات ابتداء، ثم تعب عليها معلمو القرآن، هؤلاء المربون الذين يبذلون يعني أوقاتهم وأنفاسهم في سبيل تعليم أبنائنا. فتحية خالصة أولا إلى الأبناء الحفاظ، ثم إلى من رعاهم، ثم إلى من أبرزهم إلى الدنيا ويعني جعلهم نماذج وقدوات لجميع أبنائنا بحول الله. وهذا أحد أهداف هذه المسابقة المباركة. نعم، ونحيي، أردت أن أختم معه الشيخنا وبروفيسور كمال جدا الذي يعني سهر معنا ومع إدارة الإنتاج في تفاصيل هذه المسابقة وفي الجانب العلمي لهذه المسابقة، مسابقة مزامير داوود. شيخنا، قبل انطلاق المنافسة القرآنية النهائية، كلمتك عن مزامير داوود. أنا أقول شيئا واحدا يا سيد رضوان، الجيل القديم والسلف الصالح الصدقات الجارية عندهم كانت ربما أموالا تعطى فيراها الناس فيعطون، أو كانوا يحفرون آبارا وكلها صدقات جارية تليق بعصرهم. الآن أصبحنا في عصر التكنولوجيا، من أعظم الصدقات الجارية ومن أعظم ماذا أقول السنن الحسنة هي هذه المسابقة التي اعتنت بصغار الحفظة والمجودين. كل قناة عربية وإسلامية، كل قناة تأخذ هذه المبادرة بعين الجد وتشابهكم فيما فعلتم، أنتم حصرا تأخذون أجرها إن شاء الله. شكرا، بارك الله فيكم وفي من علمكم وفي القائمين عليكم، أسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد. آمين يا رب. واعلم يا أخ رضوان أن الله عز وجل سيجازيك الأجر الكبير لأنك كنت محورا في هذه المسابقة مع إخوانك جنود الخفاء، وفقكم الله وسدد خطاكم لكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا بكم. إذن مشاهدي الكرام، هذه هي السهرة الختامية والمنافسة الأخيرة الدولية التي تقدم هذا العام. عسى إن شاء الله تكون مسابقة دولية أخرى في مواسم قادمة على قناة الشروق، القناة الأولى الجزائرية.